فايز. بس لحظة لحظة، بس انا غازل، الرصيد، انا غازل التليفون بس وبضرب لك. ايوه، ما فايز. منو؟ عمار. عمار خير؟ خير يا عمار، خير. خير خير. لا ذكرتك، هاي. بس مديرنا جابوا له بيت، وبعد تجي بعد 40 يوم. هاي مديرتنا، هاي مرة صح، نقشتها والله، هاي. يلا يلا. ها نعم، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، عقبالك. يلا يا زول، يلا. شيل الصبر يا فايز يا اخي. شيل منو؟ ما فايز؟ منو؟ ود الخالة. ازيك يا جلال، الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله يا جلال. الموضوع شنو؟ خطوبة؟ ابشر بالخير، الف مبروك يا اخي، الف مبروك. ابشر ابشر ابشر، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الف مبروك. لا خلاص، لا بجيك هوا والله، والله بجيك، عديل كده. اي اسمع، بيت منو؟ محجوب الحرامي؟ لا 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 لا، ده بس بيني وبينك، بيني وبينك. ايوه بيتو ياتا، ام سواقين اللي بتحوم الحله الصباح زي عربيه التلج، ولا ام كريمات؟ يا اخي خلي صدرك واسع يا اخي، خلي صدرك واسع. اي امال، امال كريمات. لا خلاص بجيك هوا، بجيك اسيدي بس. يلا يلا، ها اجيك اسيدي. الباب وين؟ بسم الله. ابشر يا عريس، ابشر يا عريس، ابشر. جاهز انا، تمام، كله تمام، كله تمام تمام. انت جاهز؟ انا جاهز، جاهز. نزل شوف بيته من وين. ثالث شارع، ثالث شارع من هنا، ثالث شارع باب كبير طوال. يلا نمشي. بس الموضوع ده انا مخليه عليك. بس هاي اللي خليه علي، هاي بالراحه، و اي حاجه علي انا بظبطه. تمام تمام، بس خلاص. بس يلا راح 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 راح. الله يستر. والله لو عندي زول واحد في الخرطوم دي ما سوقت معي. رجع بس. تفضلوا تفضلوا. ده انت؟ ايوه ده انا. عن اذنكم. تفضل. الو. بس ما دريت يا باشا. دمرتكم ضرب لو دم. يا اخي مالك مواري، يا اخي مالك مواري يا عباس. يا اخي احنا جاي لي موضوع معين، يا اخي جاي لي موضوع معين. ممكن يكون الزول ده جاي برضه يطلب. يا اخي يا اخي خليه، احنا لسه قاعدين معاه في البيت صح؟ بس قول له الموضوع ده بسيط يا عباس، بسيط. احنا جايين هنا نطلب الجروب منك، هتقول لك ايه ده؟ جايين نطلب الجروب منك، هتقول لك في منو؟ شنو؟ اقول لك في منو؟ تقول لي دايرين بنتك منال لأولادنا جلال. بقول لك موافقين على الموضوع انت. منال وين؟ منال دي في الصورة دي، منال. بالله دي منال؟ هاي دي منال. أنا والله جاي لأمها. جاي لأمها والله. ده أشبه بتكون دي أمها. أنت ممكن يكون مكتوب بورقة كاتبين. يا أخي مالك مال مكتوب يا أخي دي؟ بس أنت قول لي يا أخي دارين بنتك دي لأولادنا ده يا أخي. براها عليك المنطقة. لا بسيطة يا أخي، أنا مدير يا أخي، أنا الخطب دي بعرفها. بعرف الخطب دي. خلاص يا أخي خلاص، أخطب برا. أخطب برا شنو يا أخي؟ خلاص يا أخي، أتكلم برا. ما خلاص، بس بالراحة يعني. أنا قصدي لك إنه هم كده موظفين القدام، والمنطق بيكون لازم يكون معه الحوار يكون سلس كده، يكون نايو وتبطي الرواش عليك الله يا أخي. ما قصدي حاجة أنا والله، ما قصدي. قربنا بس 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 قول لي بس طوال، خش في الموضوع. ما أنت طيب، أنا ما بعرف الحياة دي. قلت لك أنا بعرف أنا جني خطب، كلها خطب بعملها أنا. بس أي خطب بعملها. بس عدي لنا الخطبة ده على خير عليك. بس حافظ على هنا، وصلى على النبي عليك. صلى على النبي، صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليه. هاي يا حرك الله.
شرفته. اتضرب لك ده منه؟ انا قال لك بتحول رصيد. الواحد يديك 10,000 ولا بيعرف اجتماعات، لا بيعرف الشبكه ما فيش ولا اي حاجه، بس داير يجيبوا له يدوه بس. ما وقت خش الموضوع يا بس، خش الموضوع. في الحقيقه انا ضربوا لي عندنا مشوار كده ماشي له. امشي احنا ذاتنا ما مستعجلين ماشيين. لا 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 ما ماشيين يا اخي ماشي. في الحقيقه هو اصلا يعني احنا جايين خش الموضوع يا عباس، يا خش الموضوع. نخطب يا عباس. نخطب ايوه نخطب. خش يا عباس، خش الموضوع يا اخي. مظبوط في الحقيقه دارين بيتك ابو مساجين دي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ما تركز كريمات. لا ما بسم الله هنا منى، ما منى، منال ما تركز. حافظ رغم انه مساجين دي والله نشيطه. خلاص اتفضلوا اطلعوا برا. يا حاج معلش تفضلوا اطلعوا برا. يا حاج معلش يلا اطلع برا يلا. اطلع برا ما دار اشوف وشك ده. يا حاج محجوب اديله فرصه معاك ولا كلمه. دقيقه اسمعني يا حاج. وزاته تقول حرامي، هسه عليك هذا بيت ب 500.